شغل في وزارة الوزراء، رد علينا بالرد دي ان مفيش شغل دلوقتي. طب دي اللي زي دي مالوش شغل ليه بقى؟ عاوزه طالبه شغل وطالبه له سكن، يعني طالبه من اي مسؤول شغل وسكن. انا احترامي للدكتور محمد حسن، انا حاصل على ليسانس اصول الدين باسم دعوه، وانا دلوقتي راجل كفيف وانا ماليش مصدر رزق خالص، فجاي هنا مجلس الوزراء عشان ان انا عاوز اشتغل. فمجلس الوزراء رد عليا النهارده قال لي ان مفيش شغل خالص، فانا دلوقتي عاوز اسال من الرئيس ان انا ماليش شغل ليه، لان انا دلوقتي راجل قاعد ووالدتي ستي مطلقه وبتشتغل عليا في البيوت، فانا عاوز حاجه اصرف منها، وانا راجل ساكن وراجل صاحب الشقه اللي انا قاعد فيها عاوز يطلعني منها. ورحت لوزير الاسكان قالوا لي ما مالكش سكن، ورحت لمحافظ الغربيه قال لي ما مالكش سكن، فهم جم استعلموا عني هناك في البيت في السكن بتاعي. ما جاتش، رحت اسال عنها في القوى العامله في محافظه الغربيه، فقالوا لي مالكش شغل، المعوقين والمكفوفين ما لهمش شغل. هو في الاوقات عاوز شغل، في الاوقات معوقين لازم يفضلوا شغل، يعني عاوزين مراعيه، الحكومه بدات عاوزين مراعيه وعاوزين حد يبص له، اي مسؤول يبص لواحد كافي، مش لازم اكتر من كده، اما يسيبوهم كده حرام. انا دلوقتي انا بطلب من اي نايب يسمع صوتي يشوفني ان انا عايز ايه، يرد عليا.